أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ: نجد بعض الخطباء إذا انتهى من خطبته ودخل في الصلاة قرأ بآيات لها علاقة بموضوع الخطبة، علما بأن هذا الفعل يتكرر مع كل خطبة، فما الحكم؟ هذا عمل محدث الذي يقرأ في صلاة الجمعة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة منافقين، أو يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا هو السنة إذا كانوا يريدون السنة، ولا يقرأ بآيات تناسب موضوع الخطبة. الآيات التي تناسب موضوع الخطبة تقال في أثناء الخطبة، لأن الخطبة لا بد أن تشتمل على شيء من القرآن فيه مناسبة لموضوع الخطبة، يذكر الناس بذلك. هذا هو السنة. نعم.